هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائة وثمانية وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وسبعة وعشرين ألف شخص هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف شخص.